دائما احنا في يوم الخميس نحرص انه يكون ختام الحلقه ختامها مسك دائما، وضيوفنا كلهم ما قصروا اليوم بالحوار معنا، لكن يوم الخميس حلقه استثنائيه واللقاء الاخير لازم يكون لقاء مميز. ويعني ضيفنا غني نحن نعرفه، غني على التعريف لكثره مقاطعه في وسائل التواصل الاجتماعي اللي حصلت على مشاهدات كثيرة من خلال حركة بسيطة اجتماعية جميلة، قدر من خلالها يدخل الفرحة والسرور على كثير من الأشخاص وتحديدا في سوق المباركية. عايد الراجحي اليوم قدر أنه يصور كثير من الأشخاص خصوصا كبار السن بكاميرته الاحترافية اللي يتجول من خلالها في أسواق المباركية، والتقط فيها أجمل الصور واللقاءات، والأجمل من ذلك هو الحوارات وردود فعل الناس بعد ما يشوفون هذه الصورة. مبادرة بسيطة جميلة لكن لها كان أثر طيب جدا على مرتادي سوق المباركية. نعم، اليوم دائما احنا نقول التكنولوجيا عبد الرحمن سلاح ذو حدين، هناك من استغل التكنولوجيا والمحتوى المطروح من خلال منصات التواصل الاجتماعي بطريقة إيجابية وسلط فيها الضوء على نقول تاريخ الكويت أو ما يستهوي نقول صاحب المحتوى. اليوم معنا عايد الراجحي راح نتكلم عن محتواك في التواصل الاجتماعي. عرف مشاهدينا سوق المباركية يعني محتوى يرتبط في سوق المباركية. صباح الخير أول شيء. طاف الجميلة، يعطيك العافية جدا على كلامكم الحلو. أنا أركز في محتواي في جانبين، جانب مهاراتي في التصوير، والجانب الآخر نركز أيضا في إبراز المحتوى العفوي والبسيط للشعب اللي في المباركية وهم في سوق الجمعة. والحمد لله برز في الأول الأخيرة في إبراز التصوير من خلال مهارات التصوير، وإني أخرج بعض مشاعر المجتمع من خلال كبار السن. هذا صراحة أبرز شيء أحب أصوره، أن يطلعوني ملامح وأفكار اللي أحب أصورها من كلام سليم، ملامح الحزن، الغضب، الشقاء، السعادة هم. نعم. يا سلام. وبالفعل يعني اليوم مو أنا ولا المشاهدين يعني اللي نحكم اليوم على هذا التصوير الجميل، بل آلاف المتابعين اللي شافوا هذه المقاطع اللي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي. يعني عايد يروح حق الشخص يشوفه قاعد كذي يقول عمي ممكن أصورك؟ فيقول لها يعصب أول شيء، لا لا يعصبون يعصبون ها ليش تصورني ها بس إنه لازم بس بعدين لما يشوف الصورة يتفاجأ إنها صورة احترافية جميلة، يعني يمكن عمره ما صور مثل هذه الصورة عدل، خصوصا في هذا المكان اللي ما يتوقع أصلا إن واحد ممكن يصوره. كلمنا عن ردود فعل الناس معك. شوف، في ردود فعل سلبية وفي ردود فعل إيجابية، بس طبعا الأكثر إيجابية، ولكن كمصور حياة شارع لازم يكون الشخص يستأذن أولا في بالخليج خصوصا، لازم يكون شخص محترم صراحة عشان ما يجي له ردة فعل غير متوقعة. فلما صور الشخص يشوف الموضوع بسيط، صورة طبيعية، صورة عادية، بس لما أحاول أقول له سوي كذي سوي كذي طالعني كذي، فبالنهايه لما اعطيه الصوره كطابعه فوريه يستانس اكثر صراحه. نعم عايد، يعني هناك لقطات تم بيعها باغلى الاثمان، واليوم انت عندك محتوى ومحتوى جيد وقاعد تناقش او تحاور في هذا المحتوى فئه معينه. انا اللي شفته يعني عبد الرحمن راواني ما شاء الله فئه معينه، شنو الهدف الاساسي؟ خلي انك تحب التصوير وتسلط على التراث، المناطق التراثيه اللي عندنا بالكويت، هدفك الاساسي عايد؟ انا كمصور نعم هدفي الاساسي ان اوصل صراحة العالمية. من بعض الصور اللي اصورها البعض ما يفهم او ما يعرف الموضوع، انه مو بس موضوع عفوي بسيط. انا عندي طموح اني اوصل لكاس العالم. ممتاز. والحمد لله وصلت كاس العالم ما شاء الله، بس انه اخذت جائزه تقديريه كاول كويتي في الجائزه هذه، وهم في باسم جامعه الكويت ما شاء الله. بس الحين ان شاء الله بعد ان شاء الله المقابله القادمه تقابلوني وانا باخذ كاس العالم ان شاء الله. ما نبي كاس العالم، كاس الخليج الحين. لا لا كاس العالم ان شاء الله نبيك ان شاء الله بالبدايه. تروح اكبر ان شاء الله كاس العالم تروح ان شاء الله، بس تبيعين كاس الخليج لان هذا بالكويت ان شاء الله بيكون. صورك هناك ان شاء الله قريب ان شاء الله، ولكل امر ما ناوي ان شاء الله نستضيفك الا انت ان شاء الله مشارك في هذه المسابقه. شوف انت كل تصور ناس الحين بصورك زين. اضحك اضحك شوف سامتك صورتك عشان تقول عشان صوره حلوه. بس صوره حلوه وراح احطك بالانستغرام وراح اقول حق الناس بس تتصور الناس حتى انا اصورك. ها عايد ابي تكلمني عن مشاعر اليوم الناس بعد ما يكتشفون انها صوره حلوه، وخصوصا اللي يعصبون في البدايه ها بعد ما يشوف صورته الحلوه. طبعا انت مشهور بالمباركيه ها، بس تمشي او هذا عادي صرت رمز هناك. ابي اتكلم عن رده فعل الناس بعد ما يشوفون الصوره الحلوه هذه. شوف، في بعض ردات فعل تكون انسانيه، في بعض ردات فعل تكون تشجيعيه، ولكن من اكثر رده فعل اللي صقت في مخي صراحه ان الشخص كبير سن مع ولده فصورته، فما كان يدري اني راح اطبعه، فلما طبعت الصوره فكان يعبر عن الموضوع عن رده فعل فاعطاني دينار. البعض يشوف هذا الدينار والله دينار طبيعي دينار واحد، ولكن انا شفته بنظره تشجيعيه اكثر. هم لما قال لي ان الموضوع هذا مو بس ان اعطيك الدينار، لا الموضوع هذا اكبر من الدينار، النظره هذه ان الدينار هذا
تشجيع مني لك. نعم. صراحة الموضوع هذا ورد فعل حيل كان جميلة ووجهها تحية صراحة. نعم. عايد شوف يعني أنا دائم أقول الصورة لا تقول الحقيقة. خصوصا في السوشيال ميديا وخصوصا من اليوم الغزو الفكري اللي قاعد يجي والتصوير، يعني دائما اقول انا الصوره لا تنقل الواقع. اليوم مش كثر عايد الراجحي قاعد ينقل الواقع ويخالف هذه المقوله ان الصوره لا تنقل الواقع. خوش كلام صراحه، مشكوره صح الكلام الصحيح. انا اكتشفت في الفتره الاخيره ان اقدر اغير من خلال عدسه. نعم. فبعطيش مثال من الامثله ان قدرت اغير الواقع في بعض الاشخاص. في بعض الاشخاص صورته في سوق الجمعه كان رجل بسيط، فحتى كان البسطة هو كان فيها أنا أحب التصوير اللي فيه كذي، يعني شلون أبين الشخص وهم مع البسطة اللي هنا. فلما صورت الشخص ما كان يدري إنه فيه تصوير إنه بالجوبرو اللي حاطه مقطع، فرد فعل كان جميل إن أعطيته صورة كطابع، فقال راح أعطيه حق عيالي ما شفته من 5 سنوات. فمن الفعل هذا اكتشفت إنه عايد ما قطع كلامك، بس بقول حق المشاهدين إن هذه لقطات ترى من تصوير عايد واقعية. صور من يعني الحياة اليومية في سوق المباركية. صحيح. من الواقع لقطات جميلة تعكس ثقافة سوق وشعب يعني وجمال، يعني اللي يشوف اللقطة سوق الحريم يعني يحسب انها برا الكويت والله. لا والله انا يعني شفت الصورة، هذا سوق الحريم صح؟ اللي في سوق الجمعة. اللي في سوق الجمعة يعني هذه اللقطة حاكت ثقافة مجتمعنا الكويتي. صحيح. يعني يمكن قديما أكثر، يعني في مناطق سياحية جميلة في الكويت وتحاكي التراث الكويتي والمرأة الكويتية، كيف هذه المرأة القوية. صحيح. اللي يعني نقول خاضت صراعات الحياة كي تعين نفسها ولا تعين أسرتها. لقطة فرح أنا حبيتها، يعطيك العافية. أيوة. جميلة، ما أدري لامستني للأمانة. حتى نعم. كانت فعلا صراحة كانت جميلة، كانت قد قطعت وأنا أصورها والحمد لله صورتها من دون ما، حتى كانت نظرتها كانت جدية الحمد لله. نعم. أنا أغلب التصوير اللي صورته حوالي 10 صور. نعم. بس صور واحدة طلعت جدية، الباقي كانت تضحك. نعم. الحمد لله لقيت إن ويمكن لحد اللقطات يا عايد توصلك للعالمية بالفعل. إحنا لو بنشوف أنت صفح ملفات الرسامين ولا المصورين، ترى الصورة طبيعية. إذا تعرف عبد الرحمن أكيد مر عليك الطفل اليتيم اللي يبكي، ترى هي صورة طبيعية ولكن انتشرت بالعالم كله. قد تكون احدى هذه اللقطات الجميله من بيئتنا الكويتيه توصل للعالميه، وانا ان شاء الله اتفائل لك بالخير باذن الكريم. عايد كلمنا على الجوائز اللي خذيتها وبعض المسابقات اللي شاركت فيها، شنو كانت؟ شاركت في عده مسابقات منها محليه ومنها عالميه، وكان برضو المسابقات اللي شاركتها في الكويت اخذت في المركز الاول في جامعه الكويت من خلال الصوره كانت سميتها باسم من الظلمات للنور اللي تو طلعت في الصوره. نعم. زين، وفي صوره في هم شاركت في مسابقتين عالميه خارج الكويت، اخذت المركز التاسع في كاس الماني تحت 21 سنه، واخذت هم في جائزه تقديريه في كاس العالم تحت 25 سنه، كانت عنوان الصوره ابتسامه حزينه. الله. يا سلام. عايد قاعد اشوف بعد هذه اللقطات مره ثانيه من جديد، ابي اعرف منك يعني منو كان معلمك على التصوير؟ شلون حبيت التصوير؟ هذا سؤال مهم ترى ما سالناك اياه. يعني عاده الانسان يتاثر بمصور عالمي بشيء معين بلقطه شافها في مكان معين. لا شوف، انا كان طريقتي في الدخول للتصوير شيء ثاني. ايه. انا لاعب كره قدم وهم لاعب ماراثون، لاعب تايكوندو احمر واحد دان. لحظه مره ثانيه، كره قدم؟ لاعب كره قدم تضامن. حلو. ولاعب ماراثون حر ما شاء الله. هم لاعب تايكوندو حزامي احمر. يعني اللي ما يرضى انك تصوره راح. زين، بس انه كنت افتقر الى شيء احاول اطلع فيه ابداعي، يعني حاولت بالرسم بس بصراحه ما اعرف ارسم. زين، حاولت في عده امور، بس انه اهم شيء صراحه حبيته هو التصوير، اني قدرت افكر فيه واطلع فيه ابداعي حتى فكري وخيالي. نعم. مثل ما شفت بالصوره اللي طافت، انه حاولت اني اطلع فكر اللي انا اخفيه بقلبي كذي، والحمد لله قدرت اني بخاطر التصوير اني افرغ الافكار اللي خياليه فيه. احسنت. اتوقع في ربط جدا قوي ما بين ممارسه الرياضه والتركيز بالصوره. يعني مهنة التصوير تحتاج تركيز وتحتاج رؤية خاصة للمصور، وعندك ما شاء الله مواهب ثانية، رياضي من الدرجة الأولى إن شاء الله، باكر تمثلنا سواء بالتصوير ولا بالرياضة تمثل الكويت. اليوم العدسات إيش كثر تخدم المصور ونوع العدسة ونقاء الصورة، إيش كثر عايد يعتمد على العدسات؟ العدسة صراحة في الأونة الأخيرة كانت شيء مهم. نعم. العدسة اللي تختارها هي اللي تمثل الزاوية اللي انتبهها. مثل ما شفتي بالسوق الحريم سوق الجمعة، هذه كانت عدسة وايد انجل. السبب ان اخذت الوايد انجل هذه اني كنت ابين البنت المرة
وحوالينها الشغل اللي كانت تشتغل فيه. صحيح. فالمصور لازم يركز في اختيار الزاوية قبل يختار العدسة. لما يختار الزاوية اللي بيها عاد يختار العدسة اللي هو يحتاجها. هل يختار عدسة وايد انجل، عدسة زوم، عدسة اللي يبي يصور كلوز، فيختار عدسات مناسبة حق التصوير اللي هو. ولا ننسى تعديل الألوان ها؟ اي لا لازم تعديل الألوان. صحيح. وهذا شيء مهم اللي هو اللمسات الأخيرة ما بعد التصوير. ولا ننسى أن عايد ترى بعقب ما يصور الناس في فيلم باركية أو في مكان العام يطبع الصورة ويعطيهم هذه الصورة كذكرى لهم. أبي أتكلم معاك الحين عن موضوع مهم، ألا وهو اليوم بعض المواقف اللي حصلت لك مع الناس، ودي يعني شيء ما نعرفه خلف الكواليس. ها لا ننسى أن أنت معلق كاميرا وتصور التصوير اللي قاعد تصوره. صح؟ صحيح. قاعد تصور التصوير. صحيح. بعض المواقف شنو كانت؟ شوف، من خلال عدسة اكتشفت أن مو بس أني أصور، اكتشفت أن المواقف اللي أصورها أكبر مني تكون عدسة، فمنها رسالة تشجيعية إنسانية، هم حتى بعض الأشخاص بدون ما يصوروا يرفض أن أصور بس يعطيني بعض الحكم أني شلون أمشي فيها بأمور الحياة. ولكن من أبرز الأمور الإنسانية اللي شفتها أني كنت أصور شخص في سوق الجمعة. أي. فلما صورت أعطيته الصورة كطابعة فاستانس صراحة، فقال إنه راح أرسله حق عيالي ما شفتهم من 5 سنوات. بس الأمر الحلو في هذا إنه بعد ما نشرت المقطع اكتشفت إنه في عدة من الدول في الخليج وبرا الخليج يساعدون الشخص هذا، والحمد لله قدرنا نساعده من خلال بس لقطة واحدة وخلال عدسة واحدة. اكتشفت إنه من الموقف هذا إنه أقدر أغير من خلال عدسة. يا سلام. ما شاء الله عليك. هذا إحنا نقول دائما هالكويت هالفزعة وهالخير. صحيح. سبحان الله من خلال صورة فتحت له أبواب رزق، نقول رب يجزيك خير إن شاء الله. دائما الهواية تحتاج مصاريف مكلفة، خصوصا إذا الإنسان كان يحب هوايته فتشوفه يصرف عليها جهد تعب ماديا. اليوم مهنة التصوير عايد تشوفها مهنة مكلفة، تاخذ وقتك، تاخذ مجهودك، الجانب المادي شلون قاعد تسوي هذا التوازن ماديا نفسيا وإدارة الوقت؟ حسن الإدارة عندك. هو شوف، هو موضوع شغف. نعم. إذا الشخص شغوف يقدر يجمع المبلغ اللي يقدر يشتري فيه كاميرا، لكن صراحة الكاميرات والعدسات غالية مكلفة. ولكن في عدسات يقدر الشخص انه يستعمل عادي ويقدر يطلع نتائج اكثر. نعم. بس النتيجه مو كجوده، لا النتيجه كتكوين صوره. في المسابقات، في الامور، في الانستغرام، لما تنشر الصوره الاشخاص المصورين المحترفين ما يركزون في الجوده، يركزون في التكوين. فانصح احد اذا تشتري كاميرا لا تشتري غاليه، اشتري على قد احتياجك اللي انت تحتاج. انت مهارتك ها، انت مهارتك. لا تحتاج، لا تهتم بالجوده كثر ما تهتم في الزاويه وفي التكوين اللي انت تحاول تطلع في الصوره اللي ببالك. نعم. عايد، انا اليوم بروح مباركيه. حياك. بفصل شتوي، ما بفصل شتوي. شوف، بمر بالمباركيه انت صورك ما تدري، بستمتع. صورني وانا ما ادري، راح اطلع لك ان شاء الله. ايش رايك؟ والله فكره. نعم. صح، بس الحين قبل اللقاء لذذون الناس. اليوم مشاهدينا جميل لما ناخذ صوره تبين فيها تعابيرنا، مرحلتنا العمريه. اليوم في ظل الفلاتر اللي غزت الذكاء الاصطناعي وجمال الصوره بالفلتر، لو بنستذكر بعدين مراحل تحس ان هذه المراحل راحت، لكن الجميل في صورك موجودة التجاعيد، موجودة خطوط الزمن على الملامح. صحيح. ان انا في هذه المرحلة العمرية في هذا المكان، وهذا هو جمال الصورة وهذه هي حقيقة الصورة. لكن حطي منظر جميل. اي والله. قول وي فلتر، هذه ما فيها ذكرى. صحيح. عايد، مشكور على وجودك معنا. استانست وايد معك، وان شاء الله من هالعلى، وان شاء الله نقابلك وانت واصل العالمية باذن الله وماخذ اكبر جوائز التصوير، لان بالفعل تصويرك مو بس يعني مجرد صوره تطبعها، هي مشاعر واحاسيس قاعد توصلها مع الناس، والمشاهدات اللي حققتها هي ما حققتها الا من خلال تاثيرك على مشاعر الناس قبل هذه اللقطه الجميله. شكرا على حضورك معنا. شكرا لخالك محمد ايضا، وجه له تحيه على حضوره معنا. قواك الله. وعسى يعطيك الصحه والعافيه. بتقول شيء؟ لا بسلامتك. مشكور. يسلمك. خليك، اللي بيشوف حساب عايد يكتب عايد الرانشي بالانستغرام راح يطلع لحسابه ويشوف هذه الفيديوهات الجميله. نعم، شكرا لك عايد. صوره تحاكي بيئتنا وتحاكي نقول الاشخاص الموجودين في هذه البيئه الجميله. نشوف معكم فاصل ونرجع، وصلنا الختام في الحاله. نعم. نطلع فاصل.